سيدي نفذنا التعليمات وجبنا دكينا بالحبس. ايه منيح هيك تمام، خليه متكوك بالحبس وانا لما اطلبه منك بتجيب لي اياه مش على الحقيقة معه. ما بيطلع من الكركم الا باذن شخصي مني انا تحديدا بس فقط لا غيرا. ماشي سيدي. وهلا تاخذ فهيم وبتروحوا بتنفذوا المهمة. يلا مهمة شو؟ شو مهمة شو؟ المهمة اللي طلبها منكم الباشا بذات نفسه مشان تنفذوا له اياها. سيدي هذا المؤاخذة، في مجال ناخذ كم عنصر مشان يساعدنا بهي المهمة؟ وليش كم عنصر؟ خذ العناصر كلهم تبع الكراكون وانا بروح معكم اول واحد. يا عيني عليك يا سيدي، والله فكرة كويسة، ما شاء الله عليك، والله بتفكر منيح انت. قوم قوم انت اول واحد فينا، ها هي ونحن رايحين نختم الباشا. الظاهر يا شاويش فكري انك كبرت على شغلتك وصار لازم نسعى لك بالتسريح من الخدمة. لا يا سيدي استر على عرضك، الله وكيلك الراتب اللي عم باخده من عندكم ما عم يكمل لي لاخر الشهر ولا متلك عم تضل بجيبتي، استر عرضك بلا هالتسريح بلاها. اذا كان سكوت، ما نحن منشان هيك عم نساعدك ونبعتك على هيك مهمات مشان تستفيد لك بشي قرشين من المكافأة اللي بيعطوك اياها، ولا ابعت غيرها. لا يا سيدي كتر خيرك، انا جاهز اي شيء بتأمره انا جاهز بامرك. خلص لكان خذ فهيم وروحوا نفذوا المهمة. يلا هلا عيني كتر خيرك يا سيدي. هلا اوامر، هي اوامر يا شاويش فكري، هدي حالك امر عسكري هاد. يلا قوم نفذ. لا انا قلت لك بالله العلي العظيم. يلا يلا ليه بس يفلت هذا بصير مثل وحش. ايه وشو لازم نساوي يا مو؟ والله ماني عارفه انا شو بدنا نساوي، حاسه حالي ايدي مربطه. يا مو نحن ما لازم نخلي المختار يحجز لنا اوراق البيت، لانه وين نروح بحالنا بعدين؟ وعزه ما بنعرف امتى رح بيطلع من القلعه. أنا رح حاول روح لعند أم طلعت، بركي هي بتقنعه للمختار. وفكرك مرت المختار رح ترضى يا مو؟ والله ما بعرف، رح أروح إلها بركي قدرت تقنعه. يا مو أنا رح أروح معي. إيه يا مو لازم يفك الحجز، إيه مو على كيفه. وإنت لازم تلاقي لك شغلة تشتغلها. خلص أختي، إذا هالمرة لقيت شغل رح ألتزم فيه. قومي قومي بس نروح لعند المختار نحكي مع مرته بسرعة. تك يا مو. يا رب يا رب تفك عصيرة يا رب يا رب. شريف عمي 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 شريف عمي. ليش ما عم تروح تزور خطيبتك وتشوفها؟ والله يا أبي شوفت عينك، يعني أنا بالحمام من الصبح للمساء. ما بيصير يا ابني ما بيصير، لازم تروح تشوفها وتزورها. أمرك أمرك. اليوم المساء بتروح لعندهم وبتأخذ لها شيء بإيدك، مو تروح عم تلولح بإيديك. خلاص مثل ما بدك بيصير يا أبي. ماشي الحال، أنا واصل مشوار وراجع، دير بالك على الحمام. حاضر. مع السلامة. لك أنا ما بحب الزهرية. إمتى أبي بده يفهم إنه أنا بحب بنت عمي عزمي؟ إمتى؟